وين ام ريان؟ شو يا ام ريان؟ شو يا بنت الحسب والنسب؟ رضياني بعد كل هالعمر تعبي هيك بيت؟ رضياني بعد كل هالعمر تقعدي معها؟ مع وحده كانت مصاحبه على جوزها وجبرته انه يطلقها لتتزوج الرجال اللي كانت مصاحبته. وهذيك الثانية وين؟ الثانية وينها؟ وينها هي اللي ناشرة عرضها وشرفها على الطرقات لكل عابر سبيل يشتري ويتبضع؟ هيك بيت بليق فيك يا أم ريان بعد لك احترم حالك، أحسن ما أجيب أصغر مرافق عندي وخليه يقص لك لسانك. أنا تجوزت على سنة الله ورسوله، تجوزت من الرجال اللي خلصني منك ومن قرفك. ولك أنا صوت نفسك ما كنت أقدر أسمعه، وأنت من قلة كرامتك كنت مصر تخليني عندك لحد ما إجا الله يرحمه طلقني منك. وهي البنت اللي عم تحكي على شرفها كانت نازلة لحتى تدرس وتأمن مستقبلها، لوقت ما بعت واحد من كلابك اصطاده وجاب لعندك حرقتها، حرقت لها صحتها. عشان شو؟ عشان كم ساعة تقضيهم على مزاجك؟ لك عين تحكي بالعيب، لك انت والعيب خلقته بيوم واحد. شو يا أم ريان؟ شو بدي أقول للناس والعالم اللي عم يجوا يعزونا بريان؟ قلن يجوا على هالبيت يعزوكي. لكان ياخذوا بخاطري ببيت اللي قتل لي ابني. يري مالك نزل ايدك احسن ما اكسر لك اياها. هي 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 شو حالك؟ شيء جديد ولا بودي جارد؟ لا، أنا الرائد مروان الحافظ. وشو المطلوب؟ إذا في شيء بقدر ساعدك فيه قول، ومشان شيء إكراما لخالك لا أكثر ولا أقل. أنا ما بحاجة مساعدة من حدا، بس اللي بعرفه إنه ابن الأصول ما بيرضى على حاله يتهجم على بيت فيه ثلاث نسوان. شو يا سمية؟ بدك ترجعي لبيتك ولا لا؟ لا، معناها استني ورا طلائك. أنا ما بيناسبني زوجي قاعدة بهيك بيت. رح اطلع شوف يمنا، ان شاء الله ما تكون فايت.